هاي، نحن مشروع ليلى. بدنا نعتذر لجمهورنا واصحابنا وعيالنا بعمان انه التغت حفلتنا للمره الثانيه. ابشع شيء بكل هالتجربه انه في حمله تشويه ضد الفرقه من قبل الصحافه بالاردن اللي عم تعطي معلومات خاطئه عن اعضاء الفرقه ومضمون اغانينا. موسيقتنا بتعالج مواضيع ما فينا ننكر وجودها بمجتمعاتنا، ان كانت القمع للحقوق الفرديه او حقوق المراه او حقوق مجتمعات الميم او انتشار السلاح او الطبقيه. تاريخ الموسيقى العربية مليان بفنانين عالجوا هيدي المواضيع، فما فينا نتقبل فكرة انه هيدي المواضيع بتناقض عاداتنا وتقاليدنا الا اذا كانت عاداتنا وتقاليدنا مبنية على نفي الواقع. نحن بنفتخر باللي عملناه تنجرب نغير افكار وتعميمات العالم عن مجتمعاتنا، ومنوعدكم انه هالحادثة وكل التهديدات اللي عم يوصلونا ما رح يوقفونا، رح نكمل نعزف موسيقتنا مثل ما هي مثل ما نحن.